اجتماعكم اليوم في ظل ظروف غير عادية عامة دول العالم، في أفريقيا مثل باقي دول العالم تواجه العديد من الصعوبات في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا. من هنا فإن الوضع الراهن يحتم علينا التفكر والتدبر بصورة جماعية في كيفية التعامل مع التحديات الناشئة عن الجائحة من منظور قانوني ودستوري، إلى جانب التحديات التقليدية الأخرى وعلى رأسها التعاون أجل مكافحة الإرهاب. وتتمثل أهم التحديات الناشئة عن جائحة كورونا في التوجه المتسارع وغير المسبوق نحو التحول الرقمي في مجتمعاتنا، وعملية إصلاح وإعادة تأهيل نظم الرعاية الصحية، وعملية التحول نحو الاقتصاد الأفضل، حيث يتطلب التعامل مع تلك المتغيرات تأملاً وتفكيراً عميقاً، وذلك لتأمين توافر البنية التحتية الدستورية العصرية القادرة على التعامل مع التحديات الناجمة عنها. هو الاجتماع الخامس رفيع المستوى للمحاكم العليا والمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية ينعقد في القاهرة على التوالي لبحث التحديات التي تواجه القضاء الدستوري الإفريقي في القاهرة وبحث الموضوعات المتعلقة بهذه التحديات. هذا المحفل الذي نشرف دائما بأن نلتقي في رحابه، وكل عام نتطلع ونرنو إلى العام الذي يليه حلقة من حلقات البحث والتواصل ما بين المحاكم والمجالس الدستورية، حيث نتدارس سوياً كافة القضايا والأمور المتعلقة بالمحاكم والمجالس الدستورية الإفريقية. يسعدني مشاركتكم اجتماعكم رفيع المستوى الذي ينعقد هذا العام للسنة الخامسة للقاهرة، والذي تشرفت برئاسته في عامه الثالث إبان فترة رئاستي للمحكمة الدستورية العليا المصرية، حيث مثل ذلك الاجتماع الثالث نقلة نوعية في مجال التعاون القضائي الأفريقي بإطلاق المنصة الرقمية التي تمثل الموقع الإلكتروني لشبكة المعلومات التي تربط بين المحاكم والمجالس الدستورية والعليا الأفريقية، استشرافاً لمستقبل علمي زائد في مجال القضاء الأفريقي.
عقد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية اليوم للعام الخامس على التوالي، ليقدم للقضاء الأفريقي بصفة عامة منصة فريدة يستطيع القضاء من خلالها تبادل الرأي والمشورة والنصيحة في جميع المسائل الشائكة ذات الاهتمام المشترك. واليوم يناقش المؤتمر العديد من التحديات التي تواجه ليس فقط القضاء الأفريقي ولكن القضاء على مستوى العالم فيما يتصل بقضايا استقرار والتنمية في مجتمعاتهم. ولعل أهم هذه الموضوعات التي نناقشها اليوم ظاهرة الإرهاب والتحول الرقمي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر وتنظيم الرعاية الصحية وكذلك تطوير المنظومة التعليمية في المجتمعات المعاصرة. وبهذه المناسبة يقدم اجتماع إلى العالم رسائل متعددة، لعل أهمها موقف جمهورية مصر العربية وقيادتها الواعية بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم التعاون مع دول القارة الأفريقية في مختلف المجالات وبصفة خاصة في مجال التنمية، واتحاد القضاء الأفريقي على كلمة واحدة وأن يصبح له صوت مسموع في المجتمعات الدولية، واستمرارية الحوار والتنسيق بيننا في جميع المسائل ذات الاهتمام المشترك.